يسعد مساكم زملائي أطباء طب الأسنان الممارسين والأخصائيين طلاب طب الأسنان كل متابعين دنتستري أونلاين المنتدى العربي لأطباء الأسنان بهذا الملتقى السنوي المتميز الحقيقة. ما هي التجربة الأولى لي معكم؟ مسرور دائما بأنه أكون معكم لحتى نقدم كل شيء ممكن يكون مفيد. معكم دكتور محمد سراج، ماجستير في تعويضات الأسنان الثابتة من جامعة حلب سوريا. محاضرتنا اليوم هي عبارة عن توب تيبس اوف esthetics ان fixed prosthodontics. رح نحكي، حاولت انه يعني احكي بشكل مختصر ولطيف وبنفس الوقت عن النقاط المهمة اللي ممكن ناخدها بعين الاعتبار. أول شيء بدي يعني مدخل لهذا الموضوع، موضوع التجميل في تعويضات الأسنان أو ترميمات الأسنان. بدي أحكي عن العلاقة بين تخصصات طب الأسنان في طب الأسنان الحديث. الحقيقة كل شيء تخرج يعني خلينا نقول في فترة 2000 أو 2005 أو قبل أو بعد يعني بدون تحديد، ومتابع للأبحاث طب الأسنان لمراجع طب الأسنان لكل شيء، صار يعرف اليوم أنه طب الأسنان الحديث اختلف. صار في عندي تخصصات، توسعت هي التخصصات، صار في مواضيع معينة هي خاصة بكل تخصص، سواء كانت تعويض أو إندو أو سيرجري أو أورثو أيا يكن، بيدو أيا يكن، ولكن دائما في عندي يعني مساحة مشتركة بتكون بين هاي التخصصات. فينو أي أخصائي يشتغل ضمن هاي المساحة المشتركة، وفي أيضا مثل ما عم بحكي أنا في أمور خاصة بكل تخصص. ليش عم بحكي هذا الموضوع؟ لحتى ننتقل للموضوع الثاني اللي هو موضوع التجميل. إذا ضفنا على ما سبق من حديثي بأنه اليوم مريضنا مريض واعي مثقف، الميديا، السوشيال ميديا، التلفزيون، الفضائيات، الشيء اللي عم يشوفه اليوم المريض، صار يعرف الصح من الغلط، صار يعرف يطلب ويعرف يقيم يعني العمل اللي المقدم له. وبالتالي اليوم كطبيب أسنان يفترض أنه يكون على قدر من الكفاءة والعلم والمعلومات بأنه يقدم لهذا المريض أفضل النتائج. طبعا هذا الكلام ما بيعني أنه في دائما محددات معينة ممكن تنفرض علينا أو نلتزم فيها، أو على الأقل نقدر أنه ناخدها بعين الاعتبار لحتى نعرف نحن لوين رايحين وشو هي المشاكل اللي ممكن تطلع عنا. زائد أيضا الموضوع الثالث، موضوع الابتسامة وتجميل الفكين والأسنان والنسج المحيطة فيها، واللي اليوم في دراسات كتير بتحكي بتقول أنه أول ما خلينا نسميها بي 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 يعني بشكل بسيط، أول ما يلفت الانتباه، أول شيء بيشعل إذا في شيء غلط بوش الشخص اللي عم نحكي معه هو ابتسامته. ابتسامته ثم ممكن العينين ثم ممكن باقي الأمور. وبالتالي أهمية الابتسامة وأهمية تجميل الأسنان والفكين والنسج المحيطة فيها هو موضوع جدا مهم. كل ما سبق بيؤدي لحتى أقول أنا أنه لازم اليوم طبيب الأسنان يكون على قدر من المسؤولية، يقدر يميز بين الأمور اللي ممكن هو يقوم فيها كممارس عام وبين الأمور اللي ممكن هو يقوم فيها كأخصائي ضمن اختصاصه، ضمن زاويته الخاصة ومساحته الخاصة. أيضا يعني الأمور اللي ممكن يقوم فيها الجراحية أو العلاقة بالتقويمية اللي العلاقة أيضا بالمعالجات الإندو إلى ما هنالك إلى آخره، بيقدر ضمن المساحة المشتركة. ولكن في نقطة معينة أنا دائما بفضل أنه نستعين ب
الأخصائيين ما في مشكلة أبداً أنه يكون العمل مشترك لحتى نقدر أنه نوصل أفضل نتيجة أو نعطي أفضل نتيجة لهذا المريض الواعي اللي حكينا عنه من شوي. الحقيقة الأوتلاينز اللي الخاصة بهذا الموضوع أو بموضوع اليوم قسمتها لأربع أقسام، اللي هي أول شيء مثل ما تعلمنا من أول يوم دخلنا فيه على طب الأسنان أنه الكيس ستدي، دراسة الحالة، هو أهم شيء أنا ممكن أقوم فيه. اليوم أنا لازم أعرف لوين رايح، لوين متجه، شو هي المشاكل اللي ممكن تطلع معي، شو هي الأمور اللي بتحد من النتائج، وبالتالي بتخليني أنا والمريض تكون على أرض ثابتة، ما أنه كتير وأطلع بطموحاتي. أوكي أنا بدي أنه غير شيء كتير، رح نحكي بعد شوي بالتفصيل عن هذا الموضوع لما بدنا ناخد الخطوط العامة للمحاضرة. أنا أيضا برجع بعيد، يفترض أنه اشتغل ضمن مساحتي أو المساحة المشتركة اللي موجودة مع باقي التخصصات، وفي نواحي معينة أنا ممكن أخد يعني أو استعين أو اتعاون مع أخصائي بمجال آخر. وأيضا بدي أحكي عن التوث بيومتريكس، أو ممكن يتسمى يعني بيتسمى نشوفه بمراجع تانية، اللي هو إذا قسمنا أمور التجميل للوجه والفكين والأسنان والنسج المحيطة فيها، ممكن بعض المراجع بتسميها الماكرو والميكرو والميني بارامترز. ف يعني هون عم تتسمى عندي نحن بدنا نحكي عن الأمور اللي لها علاقة بالماكرو والميكرو. الحقيقة حتى ما يعني طول كتير عليكم، أجلت الحكي عن البرنسبلز أوف فورم والبرنسبلز أوف كالر. البرنسبلز أوف كالر موضوع جدا مهم وجدا يعني هو خلينا نقول السهل الممتنع اللي يفترض أنه طبيب الأسنان بالأخص أخصائي التعويضات يكون على علم ودراية كاملة في هذا الموضوع لحتى يقدر يستخدم هالأدوات اللي بين إيديه لحتى يقدر يعطي المريض أفضل النتائج. معناها اليوم رح نحكي على الكيس ستدي وعلى الموضوع الثاني اللي له علاقة بالبارامترات الخاصة بالأسنان والنسج المحيطة فيها. إذا بلشنا أول شيء بهاي الحالة، المريضة رح أعرض صور كلياتها لحتى تكون يعني المعطيات كلها واضحة. لنفترض هاي المريضة راجعتنا، مريضة عم تشكي من مشكلة معينة. المشكلة باختصار المريضة عم تحكيها أنه أنا ابتسامتي مو حلوة، كل مرضاتنا هيك، وهذا شيء جدا طبيعي. يعني بالنهاية المريض هو بالنهاية شخص خارج مجال طب الأسنان عموما وطب الأسنان التجميلي خصوصا، عنده مشكلة تجميلية رح يحكي هيك، رح يحكي بكل بساطة، ولكن هاي الكلمة تختزل وراها كم هائل مثل ما شايفين بالحالة من المشاكل اللي بتبلش بالشفاه والأوبن بايت الموجودة، اللاين السمايل لاين الموجود عند المريضة، الفيولار بون الموجود أيضا عند المريضة وبروزه، يا ترى شو سببه، هل سببه هيكلي، أيضا اللينث للأسنان الموجودة، شو المشكلة اللي موجودة فيها، العلاقة بين الفكين الأبر واللور أيضا، هل هو صحيح، هل هو مانو صحيح، شو الحل اللي بدي أحكي بهذا الموضوع. وقبل ما أحكي أيضا في نقطتين جدا مهمات اللي هي بس أنا ما حبيت اليوم حاكية يعني أحكي فيها، بس رح ناخدها هيك بعجالة. النقطتين الزاوية المتشكلة بين الفك العلوي والأنف بالإضافة للزاوية أو عفوا بالإضافة ل طبعا هاي الزاوية قبل ما انتقل للموضوع الثاني، هاي الزاوية هي بتعطيني ايضا فكرة، وهون خلينا نحكي بين يعني بالضبط انه هاي الداتا اللي انا حاليا عم بحكيها هي اللي بتوجهني وين بدي روح لحل تقويمي، لحل جراحي، لحل تعويضي. anyway يعني بالنهاية انا عم باخد هاي الداتا لحتى روح باتجاه معرفة المشكلة وبالتالي إيجاد الحل وأعرف وين الحل موجود. هذا هاي الفكرة الرئيسية اللي حابب اليوم إنه نحكي فيها، وبالتالي هاي الزاوية جدا مهمة.
تعطيني مؤشر جدا هام، بس راح اتركها لزملائنا بالتقويم. الخط المار ايضا من ذروه الانف اتجاه ذروه الذقن مرورا بالشفه السفليه اللي يفترض انه يمس فيها، والشفه العلويه ممكن انه تتراجع تمس او تتراجع 2 مليمتر ضمن المعايير التجميليه المقبوله. الحقيقه الهدف من هي الحاله انا عارضه مو هو انه انا اقول كيف بدها تنحل، الهدف هو اني اقول بانه انا لحتى اقدر اني شخص المشكله اللي اختصرها بيختصر المريض بكلمة واحدة انه ابتسامتي مو حلوة، ما عم بقدر، في عندي مشاكل العلاقة بالمضغ الطعام، بفقد الاسنان بشكل مو حلو ايا يكن، هاي بتختصر كم هائل من المشاكل اللي ممكن تكون موجودة عند المريض. انا لحتى اشتغل اليوم ضمن المودرن دنتستري فيفترض انا يكون عندي تشخيص لهي الحالة والداتا اللي حكيت عنها انه لازم تكون موجودة من صور خارج فموية، صور داخل فموية، صور بوضعيات مختلفة للمريض، أمامية، بروفايل جانبي مائل، ابتسامة شديدة، وضعية الراحة، ابتسامة خفيفة، صور شعاعية، أمثلة جبسية إلى ما هنالك من هاي الأمور اللي ممكن أتازها. كل هاي الأمور أنا من خبرتي المتواضعة دائما بالعيادة بنشوف أنه بالفعل هو أصعب شيء أنك أنت تشخص المشكلة وين. عم بحكي بموضوع هيك حالات معقدة advanced، يعني حتى انت تشخص الحالة فأصعب شيء انك انت تاخذ هاي الداتا تشخص كل مشكلة موجودة وتلاقي لها الحل المناسب وتمشي فيه، وبالتالي انت هون حطيت المريض انه انت عندك المشكلات التالية وعندك مطلوب منك او مطلوب مننا انه نحن نعمل الحلول التالية. اوكي انت في محددات معينة مرضية مادية، موضوع قناعات عند المريض لو حكينا بهاي الصيغة، فأوكي أنا ممكن نشتغل ضمن المحددات اللي حطني ضمن المريض، ولكن لازم أنا أنه أعرف أنه أنت كل ما بتحدني بأمور معينة النتائج رح تكون أيضا محدودة، وبالتالي رح تصير معنا المشاكل التالية. أهم الأمور اللي لازم نحكي فيها وبداية بموضوع التوث بيومتريكس، الابتسامة كمدخل أو بتعريف بسيط هي عبارة عن تعبير يظهر على الوجه، تعبير بسيط، تعبير لطيف، بارتفاع زوايا الفم أو باتساع زوايا الفم وظهور النسج والأسنان الأمامية. حتى التعريف تبع الابتسامة جدا بسيط، ولكن الشغل فيه جدا معقد، ومطلوب أنه من الطبيب تكون نظرته لمثل هاي الصورة غير نظرة الطبيب أو المريض اللي بيشوف ممكن هاي الابتسامة والله حلوة كتير، ولكن أنا كطبيب اليوم لازم أشوف فيها مشاكل. رح نحكي عن هذا الموضوع بعد شوي. بمنحة تاني وباختصار للمشاكل اللي ممكن أنه تصير، أو بمعنى آخر أنا شو مطلوب مني أنه بالنهاية وصل المريض، أنا في عندي مركب معين من الأسنان بعلاقة معينة ضمن الفك الواحد، هاي الأسنان في علاقة ضمن الفك الواحد، علاقة جمالية بين بعض البعض، هاي العلاقة الجمالية والوظيفية أيضا موجودة ضمن الألفيولار بون، موجودة ومحاطة بالبريودونتال تيشز. هذا المركب اللي معقد وما نو سهل بحالة المعالجة والتعويض يحتاج إلى تعاون ودقة بين الطبيب والمريض وفني الأسنان. وهذا الفك اللي حكينا عنه هو بعلاقة أيضا فيها هارموني وظيفي وجمالي مع فك آخر مقابل لإله. هذا الحكي السابق اللي حكيته هو موجود ضمن إطار أو ضمن لوحة معينة اللي هي النسج الشفوية، الذقن، الخدود، الأنف إلى ما هنالك، وكل ما سبق أيضا موجود ضمن اللوحة الأكبر اللي هي الوجه. وبالتالي يفترض أنا يكون في عندي
برجع بعيد هارموني تجميلي ووظيفي يخدم المريض بكافة المجالات ويكون مرضي. هذا الكلام اللي عم نحكيه ضمن طب الأسنان المباشر. النقطة الأولى اللي لازم أو الموضوع الأول وهو الأهم اللي يفترض أنه أنا بلش فيه لما بدي حلل أي حالة موجودة عندي اللي هي الفيشيال ميدلاين، اللي حقيقة أيضا بتعريف بسيط اللي هي الخط اللي بيمر من منتصف الوجه من الدرز النازو فرونتال يعني الأنفي الجبهي من متوسط من المتوسط إلى قاعدة الفيلتروم إلى وهو ما يسمى أيضا كمان مكتوب هو قوس سبيد. الحقيقة هذا الخط هو أول معيار أنا لازم أني انتبه عليه، يفترض أنه يكون منطبق على الشفاه منتصف الشفاه أو النثرة، وأيضا على الخط المتوسط للأسنان العلوية. هون هذا موضوع جدا مهم، أيضا بالإضافة إلى الانطباق على أسنان الفك السفلي، ولكن أهمية انطباقه على أسنان الفك العلوي هو أهم بدرجة معينة من انطباقه على الفك السفلي. وإذا يعني تحققوا معنا الاثنين بيكون كتير موضوع ممتاز، إذا ما تحققوا لازم دور أنا ضمن هذا المجال على حلول معينة ضمن اختصاصي أو ضمن اختصاصات تانية. النقطة الثانية هي الماكسيلاري لبلاين، الحقيقة اللي هو يعني مقدار التعبير اللي بيعمله المريض أو بيظهر على وجه المريض عندما يبتسم كاشفا الأسنان عن طريق ارتفاع الشفة العلوية. في معظم الحالات بيكون مقبول لما بيرتفع فوق الماكسيلاري سنترالز باثنين كاشفا الجنجيفا باثنين مليمتر. أكثر من هيك أنا صار في عندي مشكلة. الحقيقة لما بيكون عندي مشكلة يعني بيكون عندي ما بنسميه الهاي ماكسيلاري ليب لاين، فبيكون عندي ظاهر أنا أكثر من 100% من طول الأسنان. دراسة ممتعة الحقيقة اليوم رح نعتمد عليها هي لدونغ وجين وزملائهم أيضا، حكت أو راجعت كل الستاديز الحديث عن المتعلق بموضوع تجميل الابتسامة، نشرت بال 99 ولكن دراسة مهمة بتحكي لي عن توزع هاي البارامترات اللي عم رح نحكي عنها تبعا. على سبيل المثال أنا الشفة العلوية لما بيكون اللاين تبعها مرتفع مظهرا أكثر من 100% من طول الأسنان، فهذا الموضوع كان متواجد عن 29% لقوا أنه من البشر، بينما الستاندرد اللي هو بيكون كاشف 75% إلى 100%، ومثل ما حكينا ممكن تقبل ظهور 2 مليمتر من الجنجيفا، متواجد عند 56%، رقم جيد على اعتبار بأنه الستاندرد هو يعني التجميل الأفضل بين هالثلاثة. اللو ماكسيلاري ليب لاين بيظهر لي تقريبا يظهر لي تقريبا 75% أو أقل من طول القواطع الأمامية العلوية، وهو موجود ب 15% من عند البشر اللي خضعوا لهي الدراسات. بتذكر دائما انه لما نحكي بهذا الموضوع مثلا شباب طلاب الدراسات بالجامعة كانوا يسألوني انه شو الفائدة من عرض هذا الموضوع، شو الفائدة. رح ارجع عيد معلومة ذكرتها سابقا بمحاضرات سابقة بهالمحاضرة ورح نضل دائما نعيدها. نحن اليوم عم نحاول بأي مشكلة بيجينا مريض، مثلا عنا اليوم 3 حالات ابتسامة أو خط ماكسيلاري ليب لاين مختلف، لما أنا بشوف عندي المركب اللي له علاقة بالأسنان وبالشفة وعلاقته مع الفك السفلي، رح حاول أرجع عيد واختصر الكلام اللي حكيته،
بعلاقة فيها هارموني وظيفي وتجميلي، بس عندي أنا المشكلة هي من الليب لاين للميكزيلاري، فبالتالي أنا وين التوجه صار تبعي؟ صار التوجه تبعي باتجاه التداخل على الماكزيلاري ليب وليس التداخل على الأسنان، سواء بتطويل الكراون لينثنينج يعني مثلا أو الجنجيفا كاتينج إلى ما هنالك. فهي النقطة جدا مهمة اللي حابب انه شير لها، ودائما بحاول انه شير لها بكل محاضرات العلاقة بالتجميل. يعني يفترض انا انه اعرف الوصف المقبول او التصنيف المقبول للجماليات بالمركب الفكي الوجهي، الاسنان والنسج المحيطة كلها اللي حكينا فيها، وبالتالي انا باي مشكلة بتظهر قدامي بقدر انه صنف هاي المشاكل واعتمد على هذا الموضوع لحتى أقدر أنه لاقي الحل. يعني تب بسيط يعني في دراسات حكيت بأنه المريض اللي بده يجي لعندي لحتى يصحح ابتسامته، فهو يفترض أنه تكون ابتسامته فيها مشكلة. هذا المريض قد يطور من يعني لأسباب سيكولوجية يطور نوع معين من الابتسامة يكون فيه خلينا نسميه تشويش أو غش، يعني ما أنا طبيعي الابتسامة تبعيته ما أنا طبيعية، وبالتالي أنا لازم أخذ كطبيب تجميل هذا الموضوع بعين الاعتبار. يعني يفترض أنا أنه أعرف أنه هذا المريض ما عم يبتسم، نواجهها كتير. مثلا دائما بقول للمرضى تذكر أسوأ شيء بحياتك وابتسم، فبيضحك هون المريض وبتكون ابتسامته جدا عريضة، بتكون ابتسامته حقيقية أوكي. بينما إذا بتطلب منه وأنت عابس أنه تضحك، ما رح يضحك أكيد، أو رح يضحك بشكل خجول حتى لو كنت أنت الطبيب، لأنه هذا المريض ابتسامته هي اللي جابته لعندك لأنه سيئة، وبالتالي بيبتسم. في ناس بتحط إيدها على تمام، نشوفها هاي القصة كتير، وبالتالي في شيء سايكولوجي بالموضوع. فأنا ما لازم ابني اليوم خطة المعالجة تبعيتي لحتى يعني ابني هاي الخطة المعالجة لحتى أقدر يعني أو على شيء في له خلفية سايكولوجية. عفوا. طيب الموضوع الثاني اللي بدي احكي فيه هو الماكسيلاري ليب كيرفيجر، اللي هو انحناء الشفة العلوية اللي هو بيحدد ظهور او عرض الجنجيفا الامامية الانتيريور والبوستيريور. عندي ثلاث تصنيفات. التصنيف الاول ايضا هذا معيار تجميلي هام. عندي مثلا الابورد لما بتكون الكورنر للشفاه اعلى من المركز الشفاه، عم نحكي على المجزرة الليب وبالتحديد على اللور بوردر للمجزيلاري الليب مثل ما احنا شايفين بهي الصورة. هي تواجدت ب 12% من البشر، بينما التصنيف الثاني اللي هو الستريت فبتكون الكورنر بالإضافة ل الكورنر بالإضافة ل السنتر للحواف السفلية للماكسيلاري ليب بتكون على نفس المستوى، موجودة أعتقد ب 45% من البشر. ممكن تكون الأبورد مقبولة تجميليا أكثر. الداونورد هي اللي بتكون الكورنر أخفض من السنترال أو السنتر للور بوردر للماكسيلاري ليب. هي متواجدة ب 43% من البشر، وهي أكثر الأشكال الشفاه يعني الغير مقبولة خلينا نسميها تجميلية. وبالتالي أنا إذا وجدت هنيك حكينا عن الارتفاع ونعم نحكي عن الشكل لهي الشفة، وبالتالي إذا تواجدت في إلى أيضا حلول تانية. إذا بدنا نحكي عن توازي الخط القاطع أو الحدود القاطعة على الأسنان الأمامية العلوية مع خط الابتسام، الحقيقة الاختلاف بهذا الموضوع مثل ما بنشوف في المراجع بيكتبوا أنه ممكن شيء يكون مقبول، شيء له علاقة بالعمر، وشيء له علاقة بجنس المريض هل هو ذكر أو أنثى. ولكن بالعموم لما بيكون هذا التوازي بين السمايل لاين و
الحدود القاطعة للقواطع الأمامية العلوية لما بيكون متوازي أو يعني مستوي مثل ما راح نشوف، أو لما بيكون في ستريت ممكن يكون مقبول تجميليا، بينما لما بيكون معكوس فبيكون غير مقبول تجميليا. تواجد التوازي مثل ما احنا شايفين تقريبا ب 60%، بينما المستوي كان ب 34% من البشر حسب الدراسات اللي عطت. النوع الثالث اللي هو المعكوس تواجد ب 25% من البشر. أيضا الموضوع السابق اللي حكينا فيه، بدنا نتوجه باتجاه إما التداخل على الأسنان أو التداخل على أمور العلاقة بالتجميلية أو بالنسوج المحيطة فيها. رح نحكي بعد شوي عن هذا الموضوع اللي له علاقة بالأسنان، لأنه بده انتباه كتير لحتى ما يعني قوم أنا بتصحيح موضوع تجميلي معين وأؤذي موضوع فيزيولوجي له علاقة بالنطق أو بالمضغ أو بإطباق المريض. الموضوع أيضا المهم اللي بدي أحكي فيه هو العلاقة بين الأسنان الأمامية العلوية، القواطع الأمامية العلوية مع الشفة السفلية. الحقيقة مثلا ممكن أنا تكون عندي القواطع الشفة مغطية تقريبا لا أو الحواف القاطعة على القواطع العلوية مغطاة تقريبا بالشفة السفلية تقريبا بشكل بسيط، موجودة عند 10% من البشر، بينما إذا كانت بتماس فممكن تكون هاي موجودة مع 36% من البشر، يعني تماس لحواف أو الشفة السفلية مع كل الحدود القاطعة للأسنان العلوية. وأيضا في عندي لما بتكون ما في تماس وبتكون مغطاة موجودة ب 54%. عدد الأسنان اللي بتظهر عندي بالابتسامة، في بعض المراجع بتحكي مو بهذا الشكل، ممكن تطرح الموضوع على هو على ما يسمى البوكال كوريدورز، بتسمى اللي هي الكوريدورات الظاهرة، وبالتالي أنا يعني بيعطيني عدد الأسنان لما بكون عندي أنا الكوريدورات موجودة تقريبا حسب ما أذكر لازم تكون تقريبا ب 2 مليمتر، رح نشوفها بعد شوي. وبالتالي هاي الكوريدورات بتعطيني ابتسامة نوعا ما طبيعية لما أنا بضطر إنه أعمل تجميل للأسنان على البوكال سيرفيسز وإلغي هاي الكوريدورات، فممكن أنا تعطيني شكل ابتسامة صناعية ما تعطيني شكل ابتسامة طبيعية. بالعموم يظهر تقريبا حسب ما مشير الدراسة فقط منطقة الأنياب تقريبا 1%، 19% لما بيكون عندي ظاهر الضاحك الأول، 57% لما بيكون ظاهر الضاحك الثاني، ولما بتكون ظاهر عندي الأرحاء بيكون تقريبا بحدود 22%، مثل ما احنا شايفين بآخر تصنيف. الآن في عندي الانسايزل امبريشرز اللي هي بنسميها باللغة العربية اللي هي الفرج القاطعة أو المسافات السبيسز القاطعة اللي موجودة، اللي بتتشكل نتيجة تماس الأسنان مع بعضها البعض في منطقة معينة رح نحكي عليها بعد شوي، ومن ثم ظهور فراغ مختلف كحجم وك يعني كحجم وكشكل بين القواطع. هذا موضوع جدا مهم. هدول الأمور الثلاثة أنا رح أحكي فيها يعني مع بعضها بالصورة التالية. أيضا مناطق التماس اللي هي بتخلق بين الأسنان، مناطق التماس بين السنية باللغة العربية بنسميها الأنتيريور كونتاكت أريا، اللي بتنشأ نتيجة تجاور الأسنان مع بعض البعض، أيضا إلى نسب جمالية محددة لازم أنا ألتزم فيها. وأيضا عندي الموضوع الثالث اللي هو الجينجيفال زينيث أو ما تسمى بالزينيث بوينت، نقطة زينيث بأيضا مراجع معينة بتسميها، اللي هي النقطة الأكثر بتكون أكثر أبيكال بالكلينيكال كراون. تقريبا هي إذا قسمنا البوكال سيرفيس لثلاث أقسام، الميزيال والميدل والديستال، فهي بتكون
بين الميدل والديستال بارتس بيناتهم تقريبا بتكون وبتتشكل بتكون أكثر نقطة أبيكال على الأسنان. موضوع تجميلي ومهم جدا بالأخص على أسنان القواطع عفوا الفك العلوي. موضوع اني اجي انا بالتعويضات اني صنعها اعتمادا على البريبريشن للتيث او انه عن طريق الجينجيفال كاتينج، هذا موضوع مرفوض لانه رح تفشل هاي المعالجة. انا يفترض اني احترم العلاقة اللثوية العظمية الالفيولار بون الموجود تحتها واني اشتغل على هذا الموضوع لحتى اقدر اني صنع واعتمد على التمبراري كراونز لحتى اقدر اني صنع او اخلق هاي البوينت في حال ما كانت موجودة، وهي نقطة او موضوع مهم. النسب التجميلية المتعارف عليها بتقلي انه انا لازم تكون المسافة بين الكونتاكت بين الاسنان تقريبا بحدود بين القواطع او الماكسيلاري سنترال تقريبا لازم تكون 40-50%، بينما انا بترك تقريبا 25% من طبعا هذا الكلام انا عم بحكيه من اللينث للماكسيلاري سنترال اللي رح احكي بعد شوي كيف فينا نحن نحدده لما بدنا نعمل بلد للسمايل لأي مريض. بغض النظر بوجود أسنان أو بغير وجود أسنان لازم أخذ بهذا الاعتبار، وبالعادة بتكون المفتاح دائما هي الماكسيلاري سنترالز، هي اللي بتكون المفتاح لأنه اعمل أي سمايل ديزاين أو اعمل بلد لأي سمايل. وبالتالي أنا الكونتاكت في عندي طول ستاندرد تجميلي للماكسيلاري سنترال، الكونتاكت بين السنترالز لازم ياخذ 40% من اللينث لهذا للسنترال، بينما ممكن انا اترك 40-50% بينما اترك 30-35% للمسافه اللثويه او المثلث اللثوي من فوق، وايضا بترك اللي سميناها الفرج بين السنية أنا بترك لها ممكن 20-25%. كل ما اتجهت باتجاه الخلف الكونتاكت بين الأسنان يفترض أنه يقل، بينما الفرج القاطعة يفترض أنه تزيد. الحقيقة هذا الموضوع مهم جدا أنه يعرفوا فني الأسنان، مهم جدا أنه يعرفوا هاي الأمور. نحن اليوم ممكن فنيين ما بيعرفوا هذا الموضوع، ما بياخدوا بعين الاعتبار، او ممكن فني بي بي بيشتغل بقوالب جاهزة للسمايلز بيجي بده يطبق بدون اخذ بعين الاعتبار هالامور هاي، مع العلم انه الاخذ بعين الاعتبار لهي الامور بتريح كتير وبتعطيني نتائج تجميلية جدا مهمة. زائد انه وظيفة الطبيب بانه يأمن preparation مناسب لحتى يقدر الفني انه يعطي هذا هي النتائج التجميلية. أنا كيف فيني حدد طالما اتفقنا نحن بأنه الكي لأي سمايل هي بدايتها بتبلش من عند السنترال، أنا كيف فيني حدد طول السنترال؟ هون شوي شوي عم ندخل بالبروسودونتكس، الكراونز اللي بدي أعملها أو الفينيرات أو المنيرات إلى ما هنالك. الحقيقة في عندي عدة اعتبارات أنا ممكن أعتمد عليها. الأبسط ما يمكن اللي هو الطول المتوسط الستاندرد المتعرف عليه اللي هو من 10-11 ملليمتر، أو ممكن أنا أنه أخذ 75-80% من طول السنترال. هون طبعا أعتقد في خطأ، مو من العرض من الطول، يعني يفترض أنا عندي إذا كان طول السنترال تقريبا بحدود 10 ملليمتر، وبالتالي 7.5-8 يفترض أنه يكون عندي العرض. ان شاء الله بالمحاضرة القادمة لما بدنا نحكي على principles of form فرح نعرف انه لما اخذت length والwidth فانا هون عندي صار في تحديد خلينا نسميه السايز، وممكن انتقل للبرينسيبلز او للفورم المثالي اللي انا ممكن اني اعمله كاستيتكس لهذا المريض، نحكي عليه بالتفصيل
المرات القادمة. النقطة الثالثة، أنا ممكن أخذ 1/16 من طول الوجه، يعني طول الثنية تكون 1/16 من طول الوجه. في عندي أمور جدا 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 مهمة، أنا ما فيني اليوم أي حالة أني حلها بتطويل أو تقصير السنترالز أو الانتيريور انسايزرز. لا، أنا في عندي محددات مثل ما حكينا بالبداية وظيفية، إن كانت بلفظ الحرف M أو بلفظ الحرف F أو V، وبالتالي يفترض أنه الحدود القاطعة لهي السنترالز أنه تمس الشفة السفلية لحتى ما أعمل أي مشاكل. وكتير كأخصائي هون ممكن نكون دخلنا شوي بمجال الفيكسد بروسودونتكس، كتير في حذر لأنه أنا أقدم تعويض وظيفي للمريض يساعده بالنطق وبالمضغ ومن ثم أنه يساعده أو يخدمه تجميليا، لأنه هاي الأمور جدا مهمة ومعقدة بنفس الوقت. بعتذر إذا طولت عليكم. في نقطة بدي نبه عليها اللي هي العلاقة مع فني الأسنان. اليوم أنا لما بدي أحكي بدي أخذ نتيجة تجميلية من فني الأسنان، يفترض أنه هو يكون على دراية وعلم ومعرفة وكفاءة على مستوى جيد لحتى يقدر يعطيني النتيجة اللي أنا بدي إياها واللي بتخدم المريض. شغلنا بالتعويضات هو مشاركة بين الطبيب وبين الفني. أنا ما بوافق نهائيا أنه أي preparation أو أي كيس أنت ممكن تبعتها للفني ممكن هو يعملها حالة تجميلية. هذا الموضوع أعتقد بعد ما كل سردنا كل الحكي السابق هو مانو مقبول. صرنا نعرف انه في عندي انا امور معطيات موجودات، امور بارامترات معينة لازم اخذها بعين الاعتبار، بتبلش من الاسنان للثة للعظم للنسج المحيطة انتهاء بكامل الوجه. في كتير تفاصيل دقيقة ما دخلت فيها، العلاقة بشكل الوجه وتصنيفاته عند البشر وهي الامور، ما حبيت انه كتير اليوم طول عليكم، اعتقد طولت شوي. ولكن بالنهاية يعني الموضوع أو النجاح أي سمايل ديزاين ببلش من عند الطبيب، معرفته بالداتا أو الموجودات اللي عنده بالحالة، تشخيصها، تفريقها، تصنيفها، إيجاد الحلول لكل مشكلة وبالتعاون مع المريض. وبالنهاية أنا أني أقدم طلبات او اطلب من فني الاسنان بخبرته بمعرفته انه يعطيني نتيجه، فمعناها البدايه لازم تكون من عندي قبل ما انه هو الفني انه يعطيني النتيجه النهائيه. ان شاء الله بالمحاضره القادمه، بتمنى ان شاء الله ما تكون يسعفني الوقت انه ما تكون بعيده، رح نحكي على البرينسيبلز اوف فورم اللي بيحكي على الانحيازات اللي لها علاقه بالثقافات وبالامور الفنيه وبالامور التجميليه وبالامور اللي علاقه بالجنس والامور اللي علاقه بعمر المريض. كل ما هنالك اعتقد قسم كبير منكم هاي الامور كبيزك ساينس يعني تدرس في الـ في الـ في الـ في مرحله البكالوريوس. وايضا البرينسيبلز اوف كلر موضوع جدا مهم طالما انه مهنتنا هي يعني خليط من الفن والطب الى ما هنالك. بالنهايه انا حابب اني اقول شغله، ما دائما بتجينا هي الابتسامه لعنا على العياده وما دائما بتطلع معنا هي الابتسامه عنا من العياده، ولكن يعني مو ضروري تجي ولا ضروري تطلع، ولكن ضروري انه انا يكون عندي الخبره والعلم والمعلومات القادر انه اقدر اني حيط بكل هذا الكلام اللي حكيته وكون منتبه عليه باي حالة. يعني قد تكون الحالات خلينا نسميها الكاملة اذا كان هذا التعبير الصح، يعني انه اعمل سمايل ديزاين كامل او كذا، قد تكون اسهل ببعض الحالات من انه اشتغل يونت وحدة او بريج واحد او ايا يكون اذا بدي اعطي نتيجة تجميلية تخدم المريض. قد تكون في بعض الحالات الحقيقة بالاخص لاخصائيين التعويضات اللي
موضوع التجميل قسم جدا مهم، أو يعني محور جدا مهم من شغلهم. بحب أتشكركم كتير، آسف على الإطالة، إن شاء الله تكون قدرت أوصل الزبدة لإلكم. بتشكركم كتير، بسلام خاص للدكتور مازن دوماني الصديق الغالي، وبعتذر إذا يعني طولت عليه أو لبكته، وبالنهاية شكرا.